ما عنديش مشكل، انا غدار له العمليه يزحف ما عنديش مشكل، يشد الارض ما عنديش مشكل، غنهزه لان خويا وباخا غنهزه، مازال غنهزه. سيري السيبي شدي موعد، وملي مشيت انا الموعد لقيت من شهر 10 يعني ما غنشدو حتى لدابا، حتى لدابا حتى لهاد شهر واحد اللي جاني الموعد. هاد السيد يموت اللي يموت ويعيش يموت يموت واللي يعيش، ولا حتى لدابا اللي جاني الموعد. دابا كيفاش قلتي لي حصلتي على هذا الدواء؟ هذا الدواء اقسم بضيط الرحمن ونطير على وليداتي، وهاد السيده غتشوف النداء الا قسم بالله الا هذا الدواء ديال واحد السيد مات وانا جبته. راه صعيب، حنا ما بغينا والو، حنا كنطلبوا بحقنا ديال الاطباء ما كاينينش. حنا مشينا لميريزكو، مشينا للجديده اللي هي بلادنا، ما شافتش فينا. المغرب بلادك. جينا هنا لاننا هنا، انا ساكني هنا وكل شيء مشيت على سكاني هنا. ما كاينش، ما كاينش اهتمام، ما كاينش اللي يشوفك. متابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم. دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية، اليوم كنتواجدوا في المنزل ديال الأخت زهرة مع الولد العم ديالها محمد. محمد طريح الفراش، ما كيقدرش يهضر، ما كيسمعش مزيان، تعرض طلعت ليه واحد هايبرتونسيون اللي غتخلي انه غيطيح وغادي يتهرس وما غيبرش من ديك الهرسة، ابار انه غادي يولي يتصاب بمرض في الراس وغادي ليه حبوبة في الراس، وغادي من بعد غادي يتصاب بزاف الامراض واحده اخرى. تماما، انا نخلي الاخت زهرة تحكي لنا على القصه ديالو بالتفصيل بعدا. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليكم. كنرحب بكم لان سمعتوا لينا وجيتوا، بغيت نوصل صوتي. هذا السيد راه ولد عمي، اصلا ولد عمي، وهذا السيد لان انا فاش عقلت لقيته يعني واكبر مني، لقيته ما عندوش الاب ما عندوش الام ما عنده ولاد ما مزوج ما والو، كان في الحي محمدي ملي مشى لدكاله جلس فيها لدرجة انه كيكون راكب على بغل. سمحي لي اختي زهرة نقطعك، ملي مشى قلتي لينا حيدوا ليهم الكاريان. ريبوا ليهم وريبوا ليهم، كان عنده حانوت ريبوه لي لان دابا حاليا ما مستافدوش، فين ما كنمشيو لهادو تيقولوا لنا حقه والباشا وهادي وهادي وهادي. المهم مشى عند الوالده ديالي جالس مع العم ديالو وداك الشيء. المهم راكب طاح الزينه، تهرس من يدوه الزينه، ديناه الجبار اللي جبرو من دراعه، دينا عاود ملي عاود جينا نفس المشكل طاح لينا، ديناه للطبيب كيقول لنا عنده طونسيو طالع 24، بقينا متبعين معاه متبعين معاه ولكن الحاله ما كتحسنش، هي هي بقات هي هي، نتج على شلل في اليد، نتج على شلل في العنق النصف ديالو، ما بقاش كيهضر، ما بقاش كيسمع، ما خلينا التباب ما طرقناش والو. بدينا كنجريو به، دينا الجديده، صيفطنا الطبيب الجديده، صيفطنا المعارف هنا. المهم درنا له داك ليريم، درنا له السكانير، كيقولوا لينا عنده حبوبه في الراس وعنده ورم وعنده العروقه، خاصو عمليه. واحد اخر كيقول لنا سيروا ديوه يموت،
حنا ما ساخيش علينا باش غادي يموت، كيقول لنا سيروا ديوه يموت. بدينا كنجربوا واحد اخر طبيب، طبيب هو كيقول لنا سيروا ديوه يموت، ما عندوش العلاج. شنو الخدمه ديالو هو تما؟ ما عرفتش اختي واه حيت اش كنينيك، كيقول لنا سيروا ديوه يموت. بقينا كنجربوا به من طبيب لطبيب من طبيب لطبيب. اخر طبيب جيت عنده هو هنايا في الازهر، جيت عنده ودخلنا عنده، قال لي هاد السيد باقي عنده الامال وباقي عنده العلاج، باقي عنده ما يقول. لو كان عندك 8 د المنيول دابا هاد السيد غيتعالج، لو كان بالضمانه ديالو هو. قال لي لو كان عنده 8 د المنيول غادي يتعالج. انا ما عنديش منين غنجيب 8 د المنيول، ما هو يتيم مخليني لي والدي حتى شي حاجه، وكيعيش معنا حنا كيعيش مع العائله ديالو، يعني ابوسيبل منين غتجيبي ليه 8 د المنيول؟ ما كاينش. ولينا جبتو عندي هنا جلس معايا، بديت كنجري به في ميريزكو في الجديده، داروا لي ورقه بالتوجيه، توجيه لميريزكو، من غير هذا الشيء ما كاينش. ملي وليت كندخل لميريزكو عند اي طبيب كندخل عنده لميريزكو كيقول لي السيد ما عندنا به حتى علاقه، سيري دير الجديده. كنعيط للاطباء ديال الجديده كيقول لي ما عندنا به حتى علاقه، سيري شوفي كديري لي. بقاو يلعبوا به، سير اجي سير واجي. هاد الورقه، هاد الورقه باش غير نجلس في ميريزكو وباش نبرك في ميريزكو يعني شهر وانا كنطلع ونهبط. علاش ديتها بالفلوس هاد الورقه؟ يعني الناس اللي غادي يشوفوني كلهم كيعرفوني. ها سيرفيس داكوي دي زورجونس، وهادي ديتها بالفلوس، يعني كيجوك ساماسيرا كيجوك كيقولك لا بغيتي هاد الكارطه الصفراء خاصك تدوري عليها. دابا حتى السبيطار فيه ساماسيرا. وجلست تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام وانا جالسه في الجرده، جالسه في الجرده كنتنوبو، انا كنجي واختي كتمشي، انا كنجي واختي كتمشي، لدرجه ان باش نشد طبيب اللي غادي نتبع عنده. بقيت من 33 ل 28، من 33 ل 28 للايرجو، حتى لقيت واحد السيد الله يجازيه بخير هو اللي زيدني عند هذا الطبيب، وهذا الطبيب معروف ومشهور. لدرجه انا دخلت عنده ل 28 قال لي هذا السيد فين كنتوا عليه شحال من عام هذا؟ قلت له راه باش نوصل لك راه كاين، ها كاين. قال لي جيبي لي الملف، ديت له الملف النمره 6، مشيت عنده النمره 6 وديت له الملف، حطيت له الملف بكل شيء. دابا تقريبا حطيته عنده في شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 وهذا شهر 1، هو كيقول لي سيري ديه سيري جيبيه حنا غنعيطوا لك، سيري ديه سيري جيبيه حنا غنعيطوا لك. ما حددش لك حتى شي موعد؟ ما حددش لي، ما عنديش الموعد. ها هو الا بان لك اختي شي موعد هنا، الا كاين شي موعد هنا يعني هنا كنشوف من لاطات ديال لو 5 اكتوبر من شهر. الا عندك الا بان لك شي موعد هنا، الا عندك شي موعد هنا ما كاينش الموعد، كاين سيري حتى ملي يموت. حتى يموت. ملي مشيت عنده نهار الاثنين اش كيقول لي؟ كيخرج عندي بكل تواضع كيقول لي شوفي هاد السيد نقدر ندير ليه العمليه، نقدر، ولكن ما عندوش تحسن، غيجي الزهايمر غادي يتلف غادي بزاف د الحوايج، ولكن مادام هو الزهايمر ماشي هو انسان غادي يموت. يقدر يعيش الزهايمر، كيقدروا يعيشوا به الناس، ولكن خصنا نقضوا الحياه بهم. مادام الناس عاشوا به ما عنديش مشكل، انا غدار له العمليه يزحف ما عنديش مشكل، يشد الارض ما عنديش مشكل، غنهزو لان خويا وباقا غنهزو مازال غنهزو. وانا علاش ما بقيتش قدرت؟ يعني انا كنخدم في الديور ما بقيتش قدرت، يعني ديك ليكوش انا نوريكم ليكوش ولا غالبني، انا تاني عندي جوج وليدات ليكوش ولا غالبني الحاله نتوما كتشوفوا فيها كتوريكم. انا دابا شنو كنطالب؟ كنطالب من شي طبيب من شي قلوب رحيمه يجيو ما يعطونا ما يمدوا لي، يجيو غير يهزوا يقولوا لي اختي سيري جيب لنا هذاك الدوسي ويدوه ويديروا لي عمليه ويجيبوه لي. انا هذيك العمليه اللي بغيت انا غير تبرد، غير تبرد غير ديك النار، لان حيتاش هو خويا وكبر معانا وكان هازنا وكان خدام علينا، ولكن الغالب الله انا اليد قصيره والعين بصيره ما قدرتش، يعني درت اكثر من جهدي، درت اكثر من جهدي. سي زهره خليني باش نوضح واحد الكلمه للناس، كيف ما عاودتي ليا في الكواليس، هاد السيده راه غير ولد عمها، ماشي ولد عمها الحمد لله لقاك في كتافه. هاد السيد راه يتيم الابوين وما مزوجش وما عندوش وليدات، يعني ما عنده حد، عنده الله وعنده انت الحمد لله اللي لقاك. هاد الناس راه تيسكنوا غير في دور الصفيح، واحد السكن اللي غير لائق ديال بصح، هنا معروف بكريان الغازي ياك، منطقه سيدي مومن في الدار البيضاء. هاد السيده كنقولوا كتعاون على الزمان، حتى هي كتقاسيه عندها وليداتها، يلاه يلاه شويه. اليوم هاد السيد ما كيطلب والو، كيطلب هو الحق في التطبيب، حق اللي كيكفلوا ليه الدستور المغربي كأي مواطن مغربي. دابا اللي ما فهمتش هو دابا السي اش يو ديال بن رشد، وليتي خصك تعطي الفلوس باش تاخذ هنايا باش تدخل لي زورجونس. علاش غادي نعطي الفلوس وهذا مستشفى عمومي؟ هذا مستشفى حتى شي واحد، هذا مستشفى دارته الدوله. اسمح لي نوضح لك، ولا بغيتي مثلا تدخلي كيقول لك سيري للسيبير، سيري للسيبير شدي موعد. وملي مشيت انا للموعد لقيت من شهر 10 يعني ما غنشدو حتى لدابا، حتى لدابا حتى لهاد شهر 1 اللي جاني الموعد،
هاد السيد يموت اللي يموت ويعيش يموت يموت واللي يعيش ولا تال. دابا اللي جاني الموعد وجلست قلت لك 3 ايام وانا جالسه، جلست الخميس والجمعه، هادي جلسه في الجرده، السبت في الصباح اللي خرجت بحالاتي باش لقيت هذاك الطبيب اللي غادي يشوفه، غير غادي يشوفه. تباتي كان انا تباتي نهار ولي انا كنضل انا كنضل واختي كتبات حيت انا عندي جوليدات ما يمكنش نفرقهم. فين كتباتوا؟ كنبات كنبات في الجرده، الجرده راه كلشي عارفه ديال ميريزكو، وهو راه كلشي الناس راه كتعرفوا، صحاب الحي محمد راه كلهم كيعرفوه، كلهم كيعرفوه كيفاش كان، واش كان عنده، كان كيسكت الكبير ويسكت الصغير ويعطي ويمد، ولكن هو كلشي دار له خاطر، هو بقى بلا خاطر، يعني كلشي كبرهم كلشي الحمد لله. حنا كنعترفوا بهذا الشيء، راه كبرنا ماشي ما كبرناش، راه كبرنا وجرى علينا وتقاتل علينا حتى هو، ولكن الحمد لله هذا الشيء من عند الله سبحانه وتعالى، ماشي من عند العبد، من عند الله سبحانه وتعالى. انا كنطالب شي قلوب رحيمه، كناشد شي قلوب رحيمه وشي اطباء اللي يعاونوا معاه، ما يعطونا ما يجيبوا لنا ما يقولوش لنا، حتى دوك اللي كيعيطوا علينا ويكتبوا علينا ويقولوا لنا كاين كاين ما بغينا، مش بغينا شي واحد اللي يجينا صح ويهزو ويدي للطبيب، يدي للطبيب ونشوفوا مثلا غادي على رجلي ما غادي يرجع يدير لي والو، غير شتي نشوفوا غير دار هذيك العمليه غدارها ما يبقاش في الحال، ما يبقاش في الحال، لان علاش كيقول لك شوف هو كي كان ودابا كيولا. حنا حاولنا نهضروا معاه، نحاولوا نهضروا معاه اختي، تكلمي معاه شوف خويا محمد هاد الدواء بعدا راه كيتقاد ما كاينش اللي يجيبو الدواء هذا، هذا مشكل اخر، هذا الدواء هذا كيعانيو منه صحاب لي بيليبسي او مرض الصرع، ماشي اول حاله اللي كتقولها لينا الناس كيعانيو منه، وكيت ما فهمتش كيتقطع هذا الدواء وخاصك تشديه. دابا كيفاش قلتي لي حصلتي على هذا الدواء؟ هذا الدواء اقسم بضيط الرحمن ونطير على وليداتي، وهذه السيده غتشوف النداء الى قسم بالله، الا هذا الدواء ديال واحد السيد مات وانا جبته، جبت فيه جوج باكيات ووحده ديال تجريات الدم. دابا حنا نبداو نطلبوا واحد حتى يموت ناخذوا الدواء ملي مات السيد، وهاد السيده كنعرفها وهي دابا غتشوفني، ها هي دابا غتشوفني، كنقول الله يرحم لك الوالدين، هي غتشوفني وعيطات عليا البارح وقالت لي زهرة اجي دي باكين ديال راجلي، وجبت فيه جوج باكيات وجبت الناس الا ما خداش هاد الدواء شنو كيصرى ليه؟ ما كاينوتش ما كاينوتش، غيولي كلشي يديرو في حوايجه، كلشي اي حاجه غتلقاها في حوايجه ما كيعقلش، لدرجه ان اللي بغيتي دابا تهضري معاه غادي فمو يعواج وغادي يبقى يدير فيك هكا هكا، وانت غتسحبي في واحد اللحظه غتسدعيني كتسحبي من اعداد الاموات، جربي وغتشوف ما تعرفي واش حي ولا ميت، غتجربي انت الا بغيتي. خويا محمد السلام عليكم، تقدر تدوي معنا؟ كتسمعنا؟ كيف ما كتشوفوا ما مسكين يعني الحاله ديالو ما متاكداش واش كيسمعنا هاد السيد، واش كديري ليه كوش؟ مادام كديري ليه كوش كتقلبي كتهزي كتوكلي كتشربي، راه صعيب راه صعيب، حنا ما بغينا والو، حنا كنطلبوا بحقنا ديال الاطباء ما كاينينش، حنا مشينا لميريزكو مشينا للجديده اللي هي بلادنا ما شافتش فينا. المغرب بلادك؟ اه جينا هنا لاننا هنا انا ساكنه هنا وكلشي مشيت على ساكني هنا، ما كاينش ما كاينش اهتمام ما كاينش اللي يشوفك. كنظن اختي طبيب لا بغيتي خص كيما هي وما لونها باش غتوصلي ليه؟ هذا طبيب ديال المخزن حنا كندويو عليه يعني مستشفى مشهور، كلشي عارفه كلشي مشهور فيه. الرساله ديالك واضحه، انا كنتمنى بان المسؤولين يشوفوا ديال بصح هاد الحالات، لان ياخذوها بعين الاعتبار، لان ماشي ماشي حاله ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي 10 اللي تيقول لك حنا كنعانيو. امام المستشفى العمومي اللي عطاه لنا الملك محمد السادس والدستور المغربي كيكفل الحق ديال التطبيب ديال كل واحد مغربي في هاد البلاد هادي، ما عنده الحق انه الصحة، الحق ديال الصحة هذا حق يكفلو لك الدستور المغربي. حنا اليوم كنشوفو باش تدخل لزيرجونس خاصك تخلص فلوس باش دوز، ولينا كنعرفو بأن كاينين سماسرة كيدورو بهاد المستشفى ديال بنو رشد بلا ما نهضرو على الدواء اللي كيتعطى لصحاب الحالات الصرع وكيتقطع، وهادي ماشي أول حالة أو ثاني حالة اللي غنصورو معاها، كتقول لينا كنعانيو من هاد المشكل ديال انقطاع ديال الأدوية، وإنسان اللي كيعاني من الإبيليبسي راه غادي يكونوا عارفين بزاف منكم الحالة ديال الصرع ملي كيعاني من الإنسان، راه كيولي راه كيقدر يضرب راسو مع الحائط، كيقدر يطيح، كيولي في واحد الحالة اللي صعيبة ما كتعرفش ماله. فأنا كنتمنى الصوت ديالك يوصل، وتا أنا بدوري كناشد جميع المسؤولين، المسؤولين ديال قطاع الصحة، بركة بركه، ودوك المصريه حشومه راه بركه، راه اليوم دنيا وغدا اخره، بركه ما تبقاو هادو راه ولاد الشعب. هاد السيد هذا اللي كتقولوا ليه سير الجديده جي من جديده، سير كازا اجي الجديده، هاد السيد عنده لاكارت ناسيونال، تاكدنا منه عنده لاكارت ناسيونال تابع للدار البيضاء، يعني عنده الحق هنا يجي، واخا مرض ما عرفت في الداخله راه خصو يمشي للسبيطار غادي يداوى. هذا كندور الرساله ديالتي كانت واضحه، شكرا على تتبع الفيديو، كانت معكم مريم فساحي خلف كاميرا أشرف عوينة، لنا صورة ولكم التعليق وإلى اللقاء.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.